عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس. اليوم ان شاء الله غندير واحد الفيديو ديال بودنجان مقطع شرائح وفص منه الكفته والفرماج الضاير. ان شاء الله المقادير كالتالي: عندنا ثلاثه ديال البودنجانات يكونوا في هذا الحجم هذا، الا كانوا كبار ديروا غير جوج، قطعوهم هكا بالطول. عندنا شويه ديال الطحين، عندنا شويه ديال الكفته، عندنا شويه ديال الفرماج دواور، عندنا جوج بيضات مضربينهم، شويه الملحه والبزار، شويه زيت البلديه، ونبداو على بركه الله. اول حاجه كنديرو هي البيض، كندوزو فيه بودنجال، كندوزو هكا البيض، كندوزو بودنجال في البيض، وكنعاودو نديروه في الطحين وكنقليوه. هانتوما البنات، من بعد ما قلينا بودنجال بالبيض والطحين، راه ما كيجيش فيه زيت بزاف، كنمشيو كنديرو خويط ديال زيت البلديه في المقله، وكنديرو عليه ديك الكفته باش غنعمرو بودنجال، ونزيدو عليها البنات شويه ديال البزار وشويه الملحه، صافي. كنخليوها طيب هاد القمه ديالها، ونطلقوا ان شاء الله. من بعد ما البنات كنقليو بودنجان وكنصايبو الكفته، كنشدو هكذا بودنجان طريف ديال بودنجان، كنديرو فيه فرماج داير، وكنحطو عليه شويه ديال الكفته هكذا، متحاولوش تعمروه بزاف، وكنبداو نغوليوه هكا، وكنحطو هنايا. هانتوما المنظر ديالو كيفاش كيجي. نعاودو الثانيه، كنشدو الفرماج كنديروه فوق بودنجان، وكنديرو عليه الكفته، وكنغوليو هكا. راه كيجي رائع بودنجان بالكفته والفرماج، كيجي غزال. هانتوما البنات، ونبقاو غاديين هكا حتى نساليو، ملي نساليو عاد ندخلوه للفران، داك الفرماج يذوب شويه نحطوه. بعد ما البنات كنكملوهم، ها هما تيجيو زوينين، كنديروا عليهم شويه ديال الموتزاريلا من الفوق، وكندخلوهم غير يسخن فيهم داك الفرماج باش عمرناه، ونتلاقاو ان شاء الله. هانتوما البنات، من بعد ما كتذوب ديك لا موتزاريلا فوق البودنجال، كيجي رائع وزوين معمر بالكفته والداخل ديالو الفرماج. وجربوه وان شاء الله راه غادي يعجبكم بزاف. وما تنسونيش من لايك من وصفات ناديه، وشكرا، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.